شيخ مصطفى دلوقتي انا زي اختي حامل، واحتمال يعني ربنا يغفر الامور هتولد خلال شهر او شهر ونص ان شاء الله. والدكاتره قالوا ان لازم تفطر عشان هي تعبانه، وهي مش مصممه ان هي ما تفطرش، ولا ولايه بامتحان الافطاري، وهي مصممه ان هي تصوم، ده يبقى عليها وزر او هي تستطيع الصيام؟ لا هي تعبانه، انا حاسس ان هي تعبانه. على كل ان افطرت فما رخصه بالفطر، ان صامت وقويت على الصيام ولم تتضرر ولا جنينها جاز الصيام، والله اعلم. جزاك الله كل خير.